أشهد أن مولانا أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. لا يقدرون مما كسبوا على شيء، صدق الله العلي العظيم. إذا سألت طفلا عن أهم حاجة له، سيجيبك بما يضحكك. أحد الشباب كان ينقل أنه ذهب مع أهله إلى سامراء المقدسة بعد أن زاروا الإمامين العسكريين صلوات الله عليهما، أعطي لكل شخص ورقة ليكتب حاجته فيها، ويجعلون هذه الأوراق في الضريح الشريف أو لعله في السرداب المقدس. فيقول: أنا في تلك الأيام كانت عندي لعبة، حصل عطل في هذه اللعبة، الحاجة الوحيدة التي كتبتها في هذه الورقة، ذهبنا إلى مكان مقدس، حاجة مهمة، الحاجة الوحيدة هي أن تصلح هذه اللعبة. ثم كان هذا الشاب يضحك على نفسه، على عقليته أيام طفولته. هذا حال هذا الطفل، ولعله حال عامة الأطفال. مع احترامي البالغ البالغ لكم، وأنتم محترمون، أنتم مؤمنون، عامة حوائجنا نحن مثل هذا الطفل. بمستوى مختلف، واقعه هذا الواقع، حوائجنا التي هي مهمة جدا عندنا مثل هذه الحاجة. هذه حاجة طفل عمره 6 سنوات، 5 سنوات، 7 سنوات مثلا. نفس هذا الميزان بالنسبة إلى حاجة شخص عمره 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة، أكبر أصغر.
عامة حوائجنا صغيرة، عامة حوائجنا لا قيمة لها، الحوائج التي نعتبرها مهمة جدا هكذا، إلا يوجد إلا، يوجد استثناء. حوائجنا بصورة عامة حوائج صغيرة لا قيمة لها إلا ما ارتبط من حوائجنا بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. المعادلة واضحة، نحن صغار حوائجنا صغيرة، أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كبار، سادة العظماء، أشرف من خلق الله عز وجل، الأشياء التي ترتبط بهم تكون عظيمة. أنا صغير، الشيء الذي يرتبط بي يكون صغيرا لأن الأصل صغير. هم عظماء، الذي يرتبط بهم يكون عظيما. أنا لا أقول الإنسان لا يطلب حوائجه، لا، طلب الحاجة بالنسبة إلينا ضرورة، بل في النصوص الشريفة أن الإنسان يطلب من الله سبحانه وتعالى حتى أصغر حوائجه. أساساً الدعاء ينمي الإنسان، الإنسان يحتاج إلى دعاء، تنمية روحية، ناهيك عن قضاء الحاجة، لا استصغارا بالدعاء، ولكن المطالب لندرك، ندعو، نطلب من الله عز وجل كل شيء، حتى الأشياء العادية، حتى ملح طعامك وعلى فشاتك، اطلب كل شيء، حتى الأشياء العادية، حتى ملح الطعام، ولكن لنعرف أن هذه الحاجات حاجات صغيرة. وبخلاف ذلك الحاجات المرتبطة بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام عظيمة. لذا كثير من العلماء يلح، يؤكد على أن الإنسان يطلب ما ورد في الرواية الشريفة: أكثروا الدعاء بتعجيل الفرج. هذا دعاء له قيمة، هذا دعاء عظيم، لأن هذا الدعاء مرتبط بمولى هو مولى كل الخلق في هذا العصر، هكذا شخصية فرجه، الدعاء بفرجه، فرجه شيء عظيم. نعم عظيم. ولذا ورد في الروايات الشريفة الإنسان يبدأ أي طلب عنده، أي دعاء يبدأه، بالدعاء بالصلوات على محمد وآل محمد، صلوات الله عليهم، اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا الدعاء يرتبط بالعظماء، بسادة العظماء، بأشرف من خلق الله عز وجل. طبعا يكون الدعاء عظيما قبل أن تطلب أي طلب. طبعا عندما أقول دعاء يعني دعاء، يعني طلب، طلب. بعضنا لسانه تعود على الخير، يذكر ولكن غير منتبه، هذا شيء حسن، هذا ذكر لساني، هذا دعاء لساني. لا، أطلب. عندما أريد أن أطلب حاجتي أتصور أن حاجتي حاجة صغيرة مهما كانت، قبل أن أطلب حاجة صغيرة أطلب من الله عز وجل شيئا عظيما. قل اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، هذه حاجة عظيمة. لأنها مرتبطة بالعظماء، دعائي العادي يبدأ بشيء عظيم، على الأقل الدعاء يكون شيئا يحتوي على شيء عادي، شيء صغير، ويحتوي على شيء عظيم.
بل يبدأ الإنسان بهذا الذكر الشريف وهذا الدعاء الشريف وينتهي بهذا الذكر الشريف وهذا الدعاء الشريف قبل الدعاء وبعد الدعاء. هذا جانب. الجانب الآخر العمل. ماذا قلنا؟ قلنا الدعاء المرتبط بنا أدعيتنا عموما صغيرة، في المقابل الدعاء المرتبط بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام عظيم. نفس المعادلة في العمل أيضا، أعمالنا المرتبطة بنا أعمال عظيمة صغيرة صغيرة جدا. أهم أعمالنا، الأعمال التي نعتبرها أعمالا مهمة جدا، أعمال صغيرة، إلا ما ارتبط من أعمالنا بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هذه أعمال عظيمة. الشيء العظيم المرتبط بي صغير، الشيء الصغير في العين في عيون الناس المرتبط بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام عظيم عظيم. أعمالنا العظيمة المرتبطة بنا ما هي؟ تجاراتنا الكبرى، سياساتنا الكبرى، ترتيب أوضاعنا المهمة الكبيرة في عيوننا، الحكومات الكبرى، الإمبراطوريات. يا أخي أكبر شيء في حياة البشر ما هو؟ حكومات. أكبر شيء في الحكومات ما هو؟ الإمبراطوريات. الإمبراطوريات ما هي قيمتها؟ لا شيء، صفر. هتلر هذا الشخص الضخم، إخواني ترتيب جيش، تنظيم جيش، عمل جدا صعب. فكيف إذا أراد الشخص أن ينظم جيشا من مئات الآلاف وبفترة قصيرة زمنية؟ شيء جدا عظيم في عيون الناس. ثم هذه الحرب الضخمة، هذه الانتصارات الضخمة لهتلر، أعمال كبيرة في عيون الناس جدا كبيرة. أين هتلر الآن؟ ذهب إلى مزبلة التاريخ إلى ما لا رجعة. يعني عندما نريد أن نحترمه نقول ذهب إلى مزبلة التاريخ، أسوأ. أين هتلر؟ تلك الأعمال الضخمة أين هي؟ تبخرت خلص، خلفت له جهنم، خلفت له عذابا شديدا، خلص. هذا هتلر، هذا الإمبراطور الكبير هكذا، سائر الإمبراطوريات هكذا بالضبط. فكيف بالحكومات الصغيرة؟ فكيف بالشخصيات التي هي شخصيات بشرية أصغر من الحكومات؟ ما هي قيمتها؟ إخواني لاحظوا، لنفرض أصغر عمل نتصوره، لا أصلا أصغر من العمل، القول، دعاء صغير واحد لظهور وللفرج عن بقية الله أرواح ما فدا، عمل صغير جدا ليقرب الظهور الشريف، مال صغير جدا ينفقه الإنسان يقرب الظهور الشريف. لو كان هذا العمل، هذا الدعاء، هذا المال، هذا أي شيء، لو كان يؤثر في قرب الظهور الشريف بنسبة 1 بالمليار، لا أقل، 1 بالتريليون،
هذا العمل نسبته إلى الظهور الشريف نسبة ضئيلة جدا، واحد بالتريليون لا شيء، ولكن أثر في ماذا؟ هذا الدعاء الذي أثر أثر واحد بالمليار، واحد بالتريليون، أثر في قرب الظهور الشريف. أثر في ماذا؟ أثر في شيء آثاره الإيجابية في السماوات والأراضين وما بينهما وما فيهما ومن بينهما ومن فيهما. يعني أثر هذا الدعاء وإن كان كنسبة نسبة ضئيلة واحد بالتريليون، ولكن الأثر ما هو؟ أثر ضخم يظهر في كل الكون. الظهور الشريف تأثيره في كل الكون، في السماوات في الأراضين، في البشر في الملائكة في الجن في الحيوانات في الجمادات في كل شيء، في كل ما في هذا الكون. أثره أثر هذا الدعاء، الدعاء الصغير الذي أثر في الظهور الشريف واحد بالتريليون، ولكن أثر في ماذا؟ في شيء إيجابياته تصل إلى قمة السماء السابعة، إلى عمق الأراضي. عظيم أم لا؟ في المقابل شيء عظيم، مال عظيم ينفق في شيء مرتبط بالبشر، يعني شخص مثلا ينفق مليارات الدولارات لدعم إمبراطورية مثلا، هذا أكبر شيء في حياة البشر، أكبر شيء الحكومات، أكبر الحكومات الإمبراطوريات. شخص ينفق يعطي لإمبراطورية، لاستقرار إمبراطورية، لدعم إمبراطورية، يعطي مليارات الدولارات. ما هو أثر هذه المليارات؟ أثر هذه المليارات أن هذه الإمبراطورية تبقى 10 سنوات زيادة مثلا. أقول تبقى 10 سنوات مثلا ولا تبقى، ولكن أثر هذا العمل الضخم أن هذه الإمبراطورية تبقى 10 سنوات زيادة. أين تبقى؟ على بقعة صغيرة من كوكب ذرة اسمه الأرض. أكثر من هذا يصنع هذه المليارات؟ تصنع أكثر من هذا؟ ماذا تصنع؟ تقوي إمبراطورية، تجعل هذه الإمبراطورية تعيش 10 سنوات زيادة على بقعة صغيرة على كوكب صغير لا قيمة له. هذا ضحل هذا العمل أم لا؟ هذا العمل تافه أم لا؟ في هذا الكون تافه أم لا؟ أصلا لا شيء، ليس تافه، لا شيء. هذا لو فرضنا أن الإمبراطورية إمبراطورية حسنة، إذا كانت سيئة الويل الويل. هذا الذي ينفق لا يكون فيه نفع وخير، فيه ضرر أيضا. لو فرضنا أن الإمبراطورية حسنة ماذا صار؟ هذه الإمبراطورية بقت 10 سنوات فقط، فترة وجيزة جدا في بقعة صغيرة جدا وخلاص وانتهى. أما العمل، الدعوة الصغيرة، المال الصغير، درهم واحد، العمل الصغير الذي يؤثر في الظهور الشريف، إخواني للباطل جولة وللحق دولة. إذا الباطل يبقى 10 سنوات وعشرين سنة ومائة سنة، دولة الحق مئات الآلاف من الأعوام على الأرض. تعلمون ما بعد الظهور الشريف أضعاف ما قبل الظهور الشريف. يعني إلى الظهور الشريف كم سنة من بداية الدنيا؟ أضعافها من السنوات يكون بعد الظهور الشريف، حكم الأولياء، حكم الطاهرين صلوات الله عليهم. دعوتك الصغيرة، مالك الصغير، عملك الصغير، أثر الذي يؤثر، الذي يرتبط حقيقة،
أثر واحد بالتريليون، أقل من واحد بالتريليون في ماذا؟ في حكم يستفيد منه كل الخلق على مدى مئات الآلاف من الأعوام. هذا العمل يقاس بذاك العمل أصلا؟ عندما أقول أعمالنا لا شيء، صفر، تافهة، إلا ما ارتبط بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هذه حقيقة. لماذا قلت ذلك؟ حتى نفهم جانبا مما ورد في الروايات الشريفة. بعضنا عقولنا تقفل، أوه كيف يمكن هذا العمل الصغير له هذا الأثر الكبير، هذا الثواب العظيم؟ نعم، في الحديث الشريف الذي يرويه الشيخ الصدوق رضوان الله عليه فيما لا يحضره الفقيه، إن درهما في الحج خير من ألف ألف درهم في غيره، ودرهم يصل إلى الإمام مثل ألف ألف درهم في الحج. يا أخي حقا رواية عجيبة، أصلا ليست عجيبة، جدا واضحة. درهم يصل إلى الإمام أو إلى وكلائه الوكيل كالأصيل، الدرهم الذي اليوم تعطيه لمرجع مقدس هذا أعظم من ألف ألف درهم، يعني مليون درهم، في ماذا؟ في شيء مهم مثل الحاج. واضح، لأن هذا مرتبط بإمام زمانك، هذا المال يصرف في ماذا؟ في شأنه، هو عظيم. الدرهم هو درهم، ولكن أين ذهب هذا الدرهم؟ ما هو أثر هذا الدرهم؟ أثره شيء ضخم، ليس فقط لك، للسماوات والأراضين. عندما نقرأ في الروايات الشريفة زيارة الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام تعدل كذا وكذا، نستغرب، لا هذا حقيقة، هذا الشيء مرتبط بشخصية هو سيد الكائنات كلها، هو أشرف من خلق الله عز وجل، أهل البيت هكذا، زيارته تعدل كذا حجة، لا تستغرب، هذا الشيء مرتبط بالعظيم، طبعا يكون عظيما. ولعله، أقول لعله ينكشف في يوم القيامة أن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام راعوا عقول المؤمنين، ما ذكروا أكثر من هذا، لعله ينكشف أن القضية أكبر من هذا. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بيّنوا جانبا منه، كما أنه بالفعل أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. عقول غير المؤمنين أصلا لا تدرك، عقول المؤمنين أيضا تقفل على هذه الأعداد، لعل القضية أكبر من هذا، أهل البيت راعوا هذه العقول، القضية مرتبطة بشخصيات كبيرة، أي شيء تقول فهو قليل. نقطة بالنسبة إلى مولد الإمام بقية الله أرواح العالمين له الفداء، مولد الإمام نعمة كبرى، لأن هذه النعمة ما خصت فردا ولا فئة ولا مكانا، هذه النعمة نعمة لكل الخلق، الملائكة استبشرت، الملائكة ليست مثل البشر، الملائكة أعمارها لا تصرف في أمور شهوات، يحبون أن يستبشروا، لا، حصل شيء، حصل واقع تكويني فيهم، في عالم الملائكة، في عوالم كلها، العوالم التي نفهم شيئا منها، العوالم التي لا نفهم شيئا منها أصلا، نعمة كبرى نزلت، مولد الإمام نعمة كبرى. هذا
هذه النقطة التي أريد أن أشير إليها. على ما ببالي سابقا قبل سنوات، لعله قبل ما يقارب من 10 سنوات، أشرت إلى هذه النقطة، أشير إلى هذه النقطة، نقطة جميلة وعجيبة، وليست بعجيبة طبعا. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ينقل كلام إبليس. إبليس يقول: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إبليس يأمر بكل الكبائر والموبقات، ويأمر بكل السيئات، بل يأمر حتى بالمكروهات، ولكن هم إبليس ليست هذه الأمور. هم إبليس لا المكروهات ولا السيئات ولا الكبائر والموبقات، همه ليس هنا. الأمر الذي يهتم به إبليس، الأمر الذي حسب تعبير هذه الآية المباركة يقعد له إبليس، الذي يأتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، هذا الأمر الذي يهتم يحاول بكل جهده تحريفهم، أخذهم، إبعادهم عن صراطك المستقيم. لأقعدن، أين يقعد إبليس؟ أين يجعل ثقلا؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يقعد لتحريفهم عن الصراط المستقيم. الصراط المستقيم محمد وآل محمد صلوات الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. كما ورد في الروايات الكثيرة، قلت لكم عشرات لعلي أقول مئات من الروايات الشريفة تبين أن الصراط المستقيم هم محمد وآل محمد صلوات الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. المكان الذي يقعد إبليس، المكان الذي يجعل ثقلا، ليس أن يشرب الإنسان الخمر أو يزني أو يسرق أموال الناس أو يأكل الربا، لا، تلك لعلها يصنعها مقدمة ليصل إلى الهدف الأساسي. المكان الذي يريد أن يقعد، أن يجعل ثقله، هنا الثقل. الخطر الأكبر على إبليس هذا، أن الناس يكونون في الصراط المستقيم، في صراط أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. في تفسير هذه الآية المباركة وردت روايات عديدة، أقرأ لكم رواية واحدة شريفة. هذه الرواية الشريفة نقلها الكليني رضوان الله تعالى عليه في الكافي الشريف بسند صحيح أعلائي. طبعا هالمعنى لا يحتاج إلى سند لوفور هذا المعنى في الرواية الشريفة الأخرى، ولكن هذه الرواية بالذات سندها سند صحيح حسب تعبير البعض أعلائي، أعلائي يعني سند صحيح جدا، كلهم فقهاء ثقات أجلاء. عن زرارة أنه سأل من الإمام أبي جعفر صلوات الله وسلامه عليهما عن قوله عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. عن هذه الآية سأل من الإمام، فقال الإمام أبو جعفر صلوات الله عليهما: يا زرارة، إنه إبليس، إنه إنما للحصر يعني فقط، إنه إنما صمد لك ولأصحابك، همه أنت، همه أصحابك، همه المؤمنون. إبليس يصمد، يجلس، يقعد لك ولأصحابك. يا زرارة، إنه إنما صمد لك ولأصحابك،
فأما الآخرون فقد فرغ منهم. الآخرون ما عنده شيء، ما عنده شغل وياهم أصلا. لماذا؟ لأنه هو ذهب خلاص، ذاك انتهى. تفسير قوله تعالى لأقعدن لهم، على قراءة القرآن، على الصلاة، لا، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هذا همي، همه لعنه الله إبليس. الحمد لله على ولادة الإمام صاحب الأمر، الحمد لله على ولايته عندنا. ولادته بركات، لا، مصدر بركات الكون. ولايته بالنسبة إلى حياتنا أكبر شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى بحقه، بمكانته، أن يعجل الله عز وجل فرجه الشريف. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه، وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.